السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقتنا الرابعة من برنامج نكتشف إقليم الناظور، نحط من خلالها الرحال في جامعة قرية أو قرية أركمان. هذه القرية حاضرة البحر، البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مارتشيكا. هذه القرية اللي كتعد من أكبر الجامعات في إقليم الناظور بمساحة إجمالية تفوق 200 كيلومتر مربع، عدد الساكنة يقارب 20,000 نسمة، بالضبط 18,420 نسمة حسب إحصاء سنة 2014. هذه الجامعة هذه بما أنها حاضرة البحر أكيد غادي تكون تسخر مؤهلات طبيعية جد جذابة، تتوفر على جزيرة أو شبه جزيرة على اعتبار أنها مربوطة باليابسة. هذه شبه الجزيرة توفر مناظر طبيعية جد خلابة، عندها تاريخ في ماوليمان، في مولي علي الشريف، في الزاوية، مجموعة من المناطق اللي كتشكل التاريخ ديال هذه المنطقة هذه. ناهيك على أنها حاضرة بحيرة مارتشيكا اللي مصنفة ضمن اتفاقية رامسار على ضمن المناطق الرطبة في العالم لتوفرها على مجموعة من الأحياء البحرية النادرة. يلا معنا نكتشفوا منطقة أركمان. المكان هذا هو مقدمة ديال تايزيرت أو الجزيرة أو الجزيرة كما كيسميوها الأهالي هنايا. هذه المنطقة بالذات، هي اللي كتوقع هذه الجزيرة هذه سميت بهذا الاسم هذا لأنها كتقع ما بين بحرين، بحيرة مارتشيكا والبحر الأبيض المتوسط. هذا كيمنحها واحد الجمالية خاصة. المكان اللي أنا كنوقف فيه الآن بالضبط هو مكان تاريخي، رغم أنه كيجمع ما بين ما هو طبيعي إيكولوجي وما بين ما هو تاريخي، على اعتبار أن الإسبان كانوا كيستغلوا هذا المكان هذا في استخراج الملح من هذه البحيرة الصغيرة اللي جاية على جنب بحيرة مارتشيكا. هذه البحيرة بالضبط اللي كما كتشوفوا ربما كتبان لكم هنايا، يعني الكمام ديال الملح اللي كاينه هنا، كيستخرجوا الملح. هنا كانت شركه اسبانيه ديال الملح كتشغل عدد كبير من العمال ديال المنطقه. للاسف ما بقاتش، مع على حسب ما قالوا لنا الاخوان هنا، ان في سنه 1963 64 بدات الشركه كترحل الاليات ديالها وبلعت وسدت، ويعني وسبت ازمه اجتماعيه. حنا كنهضروا على ما هو جميل في هذه المنطقه هذه، غادي نتكلموا على ما هو ايكولوجي. هذه المنطقه بالذات كتستقبل عدد كبير لا يحصى من الطيور المهاجره اللي كتجي كل ليله. حب النهار كاين هنا استطعت العدسه ديال السي مصطفى الزعر تلتقط يعني مجموعه من الطيور اللي كاينه هنا، ولكن بالليل كاين اعداد كبيره، الاف من الانواع ديال الطيور اللي كتجي هنا. وكيتواجد هنا الطائر الفلامينغو بشكل كبير وكبير بزاف كيجي هنا. علاش؟ يعني الملح غريزه في الحيوان في الطيور، ولا ما عرفتش، الملح كيستغلوه الطيور يعني باش ينعسوا هنا، يعني هي المكان اللي كيرتاحوا فيه الطيور. طبعا رحلتنا غادي تستمر على طول تايزيرت او طول الجزيره اللي كلها مناظر على مناظر. يلا معنا. خططنا الآن شاطئ أركمان، أحد أشهر الشواطئ بإقليم الناظور، مع شاطئ رأس الماء. هاد الشاطئ هذا ذو اللواء الأزرق. ما غاديش نحكي لكم على الجمالية ديالو، ما غاديش نحكي لكم على النظافة ديالو، ما غاديش نحكي لكم على الشساعة ديالو، على اعتبار أنه الشاطئ جد نظيف. يكفي أننا نقولوا ذو لواء أزرق، يكفي أننا نقولوا أنه يعني بجمالية ديالو هي جمالية ديال الشواطئ ديال إقليم الناظور ككل. وبالتالي هذا الشاطئ هذا الميزة ديالو هي أنه عنده واحد الشساعة اللي قل نظيرها في الشواطئ ديال الإقليم. حتى يعني تلمس هنا هذا الشاطئ هذا ممكن يستقبل أعداد كبيرة من المصطفين في نفس الوقت.
وبالتالي يعني هذا كتمكن هذه الخاصيه هذه اللي كيمتاز بها الشاطئ اركمان تجعل منه واحد الشاطئ اللي كبير وكبير بزاف، على اعتبار ان حتى العدد ديال المصطافين اللي متواجدين هنا يعني عدد اليوم الاثنين عدد كبير وكبير بزاف، كتشوفهم من ورايا عدد المصطافين يعني من كل مناطق المغرب اولا، منهم اجانب كذلك يعني كيقصدوا هذا الشاطئ هذا، ولكن تبقى اشياء اخرى يجب النظر واعاده النظر فيها حتى يمكن تحقيق يعني تنميه سياحيه حقيقيه بقريه اركمان. أنا الآن في شاطئ المهندس، شاطئ كيعرفوه السكان ديال إقليم الناظور، ولكن رغم الشهرة الواسعة اللي عنده غير أنه بقية يعني كيف ما خلقوا زيد ربي هكاك، ما كانش استثمار سياحي على طول هذه المنطقة هذه. الشاطئ اللي كيمتد على 7 كيلومترات يعني شاطئ واسع، الصدفات اللي تلاقينا بهم هنايا تلاقيناهم هنا ما سبقناش شتناهم في شي شاطئ. الشاطئ كيوفر مناظر هائلة، الشاطئ جاي في جزيرة هي اللي هي كتسمى اصلا الجزيره، المياه ديالو نقيه بواحد الشكل اللي كبير، الجوده ديال المياه رائعه، الجوده ديال المناظر الطبيعيه المحيطه بالمكان رائعه. اذا المكان يعني من الاماكن اللي يجب استغلالها سياحيا حتى تتحقق تنميه سياحيه باقليم الناظور بوجه عام وجماعه اركمان بوجه خاص. هو شاطئ طبعا تابع لجماعه اركمان اللي كنديروا منها البرنامج اكتشف اقليم الناظور في حلقته الرابعه. قلت هذا الشاطئ هذا اللي يستغلوا بشكل كبير هما الصياده، يعني هو الصيد بالصناره كيجيو هنايا كيباتوا هنايا كيقعدوا هنايا يعني ليالي كثيره، يعني حتى الانواع ديال الاسماك المتواجده هنا يعني اسماك اللي رائعه ونادره ما كايناش بزاف. اما الصيد يعني اللي كيعتمد على يعني بالقوارب هو صيد قليل، كاين هذا الصيد التقليدي ولكن صيد قليل. على اي ما هو سياحي؟ المنطقه يجب استغلالها سياحيا على عدة اعتبارات، أولها الجمالية اللي كتوفرها، ثانيا المؤهلات ديالها اللي قل نظيرها. المكان اللي هنا في الجزيرة هو شاطئ توريرت. توريرت تعني يعني بالأمازيغية كل مكان مرتفع نوعا ما، كاين اللي كيقول لك الهضبة ولكن على أي هو كل مكان مرتفع، لذلك كنجدوا تسمية توريرت في مجموعة من المناطق في المغرب. على أي توريرت هذه المنطقة بالذات هي هذه الحجرة اللي كنشوفوها احنا في وسط البحر، هذه المنطقة يعني كانت مرفوعة ولكن وكانت هنا مقبرة تسمى مقبرة الشهداء قديمة نوعا ما، جرفتها المياه ديال البحر الأبيض المتوسط وما بقاتش الآن أنا كتواجد بهذا المكان هذا. هذا المكان هذا اللي راحنا واقفين فوقه كان مرتفع بواحد الشكل كبير، ولكن نظرا للاستغلال نقول الاستغلال ونوقف عند الاستغلال، استغلال ديال الرمال في البناء. مدينة الناظور تقريبا كلها تبنات بالرمال ديال هذه المنطقة هذه. أقول فقط الاستغلال ولا أضيف كلمة أخرى، ما غاديش نضيف شي كلمة أخرى، غادي نوقف هنايا. إذا منطقة توريرت حتى هي كتوفر واحد كتوفر مناظر طبيعية جد خلابة، مؤهلات الاستثمار السياحي هنايا جد مرتفعة. نخليكم مع عدسة السي مصطفى الزعار باش تكتشفوا هذه المنطقة هذه والجمالية ديالها. كمان معروفه بشواطئها الجذابه والخلابه اللي تكلمنا عليها وشفناها من خلال مجموعه من الزيارات
من عبر برنامج لنكتشف إقليم ناظور، ولكن كذلك ولهواة السياحة الجبلية ممكن يقصدوا قرية أركمان على اعتبار وجود دوار الزاوية. دوار الزاوية كيوفر مناظر جد خلابة من خلال هذا الجبل وهذه القمة الجبلية اللي كان نوقفوا فيها احنا. ربما على سد سي مصطفى زعر كتوريكم المناظر وكتشوفوا بعينكم المناظر اللي ممكن تشوفوها من خلال يعني صورة ناخذوها من هنايا. اش غادي نقول لكم، مناظر جد خلابة. من هنا ممكن تشوفوا بنينصار، ليليا المحتلة، الناظور، مركز قرية أركمان، الشاطئ المهندس اللي تواجدنا فيه كنشوفوه من هنا، خاصة إلا كان الجو شوية فاتح ممكن غادي نشوفوا مناظر زوينة بزاف بالليل أو بالنهار. دوار الزاوية هذا تسمى بهذا الاسم هذا على اعتبار واحد الزاوية كتواجد هنا، زاوية قديمة عندها دور تاريخي تجلى أساسا في تخريج حافظة القرآن، علماء مسلمين، مجموعة من الولائم الموسمية كانت كدار هنا في هذه المنطقة بالذات. إذا منطقة تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، ولكن أكرر كلامي اللي هو السياحة الجبلية، هذه منطقة جد هائلة. احنا أساسا أصلا باش وصلنا لهنايا يعني عرفنا بأن المنطقة اللي بغى يدير الرياضة الجبلية يقصد هذه المنطقة، هذه المنطقة بالذات. كاين يعني كاين واخا دائما ملي كنتحدثوا على اقليم ناظور كنتحدثوا على وعوره المسالك الطرقيه، ولكن جمعيه الوفاق اللي كتواجد هنايا بهذه المنطقه هذه جزت مجموعه من المسالك الطرقيه، وهذه المسالك الطرقيه يعني قدرت يعني تفك العزله نوعا ما على سكان المنطقه، ماشي معبده يعني كما كنقولوا قدرون، ولكن رغم ذلك يعني مخدومه بواحد الشكل اللي هائل. جينا بالسياره ديالنا تقريبا حتى لاعلى القمه تقريبا، ماشي كامل، ولكن يعني ما حسيناش كاين مشاكل في السياره، ولكن تحتها مازال تحتاج يعني هذه المسالك الطرقيه للتعبيد اكثر واكثر. نخليكم تتابعوا معنا ومع السي مصطفى الزعر المناظر الخلابه اللي كتوفرها يعني اعلى قمه في قرية أركمان. بغينا ننهيوها من هذا المكان التاريخي، فيرما أوليمان، فيرما يعني الضيعة، ضيعة ألمانيا. هذه الفيرما هذه مشهورة في المنطقة، كنا كنسمعوا على فيرما أوليمان. فيرما أوليمان كتعود لواحد المعمر ألماني يهودي ديانة، كان كيسكن هنايا في هذا المكان بالضبط، فيرما أوليمان. هذا المكان هذا كانت يعني كان مكان يعج بالحياة، مجموعة من العمال إسبان ومغاربة كانوا كيخدموا في فيرما أوليمان، مجموعة من الأشياء كانت كدار هنا يعني إلا قلت لكم عليها ربما تجيكم غريبة نوعا ما. تصوروا معايا أن الحلفة اللي كانت كدار في الكراسة نتاع سيارة مرسيدس القديمة كانت كتخدم هنا، لحد الان مازال كاين دوك الالات اللي كانوا كيخدموا بهم هذه الحلفه مازال كاينين هنا، ولكن للاسف يعني في خلال الزياره ديالنا لهاد الفيرما أوليمان ما تلقيناش مع الناس ديالها، تلقيناهم خارجين ما كاينينش هنا، ما قديناش ندخلوا باش نصوروا هذه الالات ونصوروا فيرما أوليمان كيف كانت دايره من الداخل. على اين فيرما أوليمان تعود للالماني المسمى اورشمان بالضبط، أورشمان، هذا ألماني يهودي. هذا الألماني اليهودي كان كيسكن هنا بالضبط في هذا المكان هذا، وكانت عنده الضيعة فيرما الحقيقية في هذا المكان المقابل ليا بالضبط. هذا المكان هذا كانت عنده هنا واحد الضيعة كبيرة كيخدموا فيها كيف ما قلت الإسبان، المعمرين الإسبان والمغاربة كذلك، حتى هما كانوا كيخدموا بنسبة قليلة، أغلبية العمال كانوا من الإسبان. كل يوم أربعاء كانوا كيقصدوا مركز اللي كاين دابا الآن، مركز قرية أركمان، باش يخلصهم تما. كان عنده واحد الدكان تما من اشهر الدكاكين اللي ما بقاش دابا في هذه الساعه هذه. هذاك الدكان كانوا كيمشيو كيتخلص كيديو الاجر ديالهم الاسبوعي، وتسمات قريه أركمان. اذا قريه التسميه كلها كتعود لصاحب هذه الضيعه اللي الحفاده ديالو الان كيجيو كيزوروها بشكل موسمي، كيزوروا هذا المكان هذا. اما الفيرما الضيعه فين كاينه الضيعه ما بقاتش تابعه لهاد يعني الخواص ولا تابعه للاملاك المخزنيه ضمن الاراضي المسترجعه، اذا تابعه للاراضي الدومين. خليكم تكتشفوا معايا ولو نظره خارجيه للفيرما.
الجماعة في الحقيقة تأسست لتكون ضمن الجماعات الأخرى من حيث التنمية والتدبير، ولذلك فتراها تتربع تجد فيها العديد من المؤهلات البحرية والبرية من حيث الفلاحة وما إلى ذلك. ولذلك هذه الجماعة سيكون لها لا شك مستقبل في المستقبل المنظور، ومن حيث ما رصد لها من مؤهلات مادية ولخلق منجزات ومشاريع هائلة. شفتوا معنا قرية أركمان، شفتوا معنا المؤهلات الطبيعية اللي كتوفر عليها هذه القرية هذه، شفتوا معنا المآثر التاريخية اللي كتوفر عليها هذه الجامعة هذه. بدون شك راكو خديتوا انطباع جيد حول ما تتوفر عليه وما تسخروا به قرية أركمان. قرية أركمان ذات مآثر تاريخية تليدة، قرية أركمان ذات مؤهلات طبيعية تحسد عليها، قرية أركمان بواجهتين بحريتين، قرية أركمان بسلسلة جبلية جد جذابة لهوة تسلق الجبال، قرية أركمان فيها ما يجعل منها وجهة سياحية سواء للمغاربة من داخل أو خارج أرض الوطن، وكذلك بالنسبة للأجانب، ولكن خاص الإرادة ديال التنمية السياحية حقيقية. الحلقة الخامسة، تابعونا من جامعة إعزانا. شكرا على طيب المتابعة.